سلامتك، شو عاملين ايه؟ طبعا ده ماينكرافت. طبعا لو تنسوا تحطوا لايك واشتراك. خلينا نبدأ. طبعا النهاردة هلعب باركور. خلينا نبدأ. طبعا هلعب باركور في سيفا يور تيم. طبعا بسمع الباركور بتاعه حلو. خلينا نروح اهو. طبعا لو تنسوا تحطوا لايك واشتراك بجد عشان ده يساعدني اكمل فيديوهات. طبعا هنلعب النورمال ده، الناس كلها تلعبه. خلينا نبدأ أول ليفل. لعبة معلقة. نروح كده ونعد الليفل التاني على طول. تاني بس موس سيب الشباب واحدة بس ثانية. بس بعد الحاجة بس شي حاجة شغالة هنا. لا اوف كده بس كده. لا مش هتعلم. طب المحاولة دي عارفها كويس. دين عارفة عادي. تعال شوف عارفها كويس. سهلة جدا. نروح كده سنة واحد تاني. تمام كده ونعدي المرحلة دي. طبعا الناس دي مش حافظاها قوي. طبعا لعبت في الماب ده قبل كده مش كده حافظ الماب. نروح طبعا بالطريقة دي. نروح طبعا كده كده تاني بس. نروح بالطريقة دي كده كده. دي بقى أصعب مرحلة ممكن أعرفش أعديها. شفتكم صعبة؟ مفيش طريقة غير دي. صعبة على فكرة. الزبدة دي أعديها مش عارف. دي أروح كده تاني. تاني بس كده عرفنا كده. طبعا الموز الجديد اللي اشتريته بيساعدني جدا في الباركور يعني في الحركة. الموز تاني انسوا، موز تاني وحش كده. نحفل بعد يا اهي كده. خلينا نروح كده وكده. نروح كده نروح كده. الو لعب علقت ليه كده؟ اي نحاول تاني كده كده. ليتس جو. عمال اخلص في المحرك مش كيف مش عارف اخلص في المرحلة 13. اي طيب الفيديو ده ممكن اعمل لكم يعني ده ممكن يعني ايه يعني كل فيديو العب بركور في السيرفر ده. وطبعا زود صوت ده الدليل ايزي. طبعا نروح كده يو نعمل كده نعمل كده. نروح فين؟ نسيت صح افتكرت. نروح كده نروح كده نروح كده نروح كده بعدين نروح كده. فكرة الباركور ده ايسي على فكرة. ايسي ايسي كده. اوكي كده سهل سهل جدا ايسي.
طبعا شوف بقى بالموسيقى برضه على التليفون. بشوف لانشر طبعا ايه بشوف لانشر طبعا بلعب ماينكرافت كنت على الجوال. طبعا ممكن اعمل لكم فيديو 6 كيلو بشوف لانشر تقول بتاع بشوف لانشر كده كده نروح كده نروح كده نروح يو تاني كده نروح كده نروح كده نروح كده طبعا نروح كده نروح كده نروح كده بدل نروح كده 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 تاني بس تاني عشان عمال اغلط كده انه كده ملو باركور ده صعب ليه على فكرة بقى حديته بسهولة سلام بقى كده 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 هذا نروح فين ده نروح صعب تاني اوكي عديناها يا رب عاش يا رب عاش ايه عديناها واخيرا دي سهلة طبعا دي سهلة طبعا كده 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 على طول دي سهلة ثانية واحدة أي فضل هنا كده صعب صدقوني قرأت فيها شوية والله صعبة صعبة الفكرة كده عدت 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 عدتها يو بقى في حد يقع في دي كده كده تاني كده نروح فين انا هنا خش هنا انزل تحت كده في مكان ننزل له هنا يعني في شيء مكان حتى يعني بعديها مقبضنيش قولي ايه مش فاهم نروح نقطع فيها راح فين بعديها يعني هنا خلصت هنا يعني زي انا راح فين شفتي ساعدني
حتى يعني تقول لي روح هنا. روح هنا فوق. اوكي اوكي استنى ثانية، في هنا ايه؟ هنا راح الدنيا بقول هنا دينا عندنا حرة الايسي دي الميديوم. نروح هنا نروح هنا دول 24 سهل. بس اللون ده حلو برتقالي ده كده. طبعا شباب ممكن اعمل لكم جزء تاني. طبعا شباب خلصنا الفيديو، طبعا اوعوا تنسوا تحطوا لايك اشتراك وبس خلصنا الفيديو.